وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة. إن شاء الله سوف نتكلم عن زكاة الفطر أو صدقة الفطر في نقاط معينة ومحددة. أولا، ما هي زكاة الفطر وما حكمها؟ وأيضا على من تجب ومقدارها؟ وهل يجوز أن تخرج أو أن تخرج زكاة الفطر نقود أم لا؟ أولا، ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أو ما تسمى صدقة الفطر ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في شهر رمضان، ويجب أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد. أما حكمها، حكمها واجبة، فرض على كل مسلم ومسلم، بدليل حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى. أيضا على من تجب زكاة الفطر بشرطين أساسيين. أولا، الإسلام، يجب أن يكون الشخص مسلم. ثانيا، عنده قوت يومي وليلي، يعني يمتلك قوت طعام يوم وليلة العيد. من يمتلك قوت يومي وليلي وهو مسلم يجب عليه زكاة الفطر، سواء كان مقيم أو مسافر، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان صغير أو كبير، سواسية في هذا الأمر. قد يقول سائل: لا تجب زكاة الفطر على من صام رمضان. فالجواب خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير على من؟ على الذكر والأنثى. فالأنثى ليست أو لا يجب عليها صوم شهر رمضان بأكمله بسبب العفر الشرعي. أيضا على الذكر والأنثى والصغير والكبير، الصغير لا يجب عليه صيام رمضان لكن إن صام قبل منه، والكبير قد لا يجب عليه صوم رمضان بسبب المرض مثلا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيضا العبد والحر، فإذا تجب زكاة الفطر على المسلم من ملك قوت يومه وليله، سواء كان مقيما أو مسافرا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. حتى الرضيع يجب عليه زكاة الفطر. طيب، إذا مثلا كان هناك جنين وتمت ولادته قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يجب عليه زكاة الفطر. لكن إذا مات المسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر، زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضح الصحابة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام. فإذا الصاع يعني هذا يختلف من حسب الكيلوهات، تختلف من حسب الأنواع. فمثلا الصاع قد يكون 2 كيلو ونص أو 3 كيلو من الرز، لكن بتختلف مع الزبيب، تختلف مع الشعير وهذا الأمور. فنحن في مصر مثلا بنخرج رز أو قمح، فإذا ما يعادل 2 كيلو ونص أو 3 كيلو من أحواض رز. طيب، الأمر الأخير وهو من الأهمية بمكان، هو هل يجوز أن تخرج أو أن تخرج زكاة الفطر نقدا؟ لكن في هذه المسألة أحب أن أوضح أمرا مهما في البداية. أولا، في الدين الإسلامي دين فهم ودين يسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن في العلوم الإسلامية لدينا مذهبان في فهم النصوص، أي نص لدينا
تأخذ بنص الحديث ومدرسة تأخذ بمقصود الحديث. ومن أين جاء هاتان المدرستان؟ أيضا من الصحابة. هناك حديث صحيح ورد في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهذا كان في غزوة الأحزاب، والصحابة تفرقوا أو انقسموا إلى فرقتين ومجموعتين في فهم هذا الحديث. هم مشوا في طريقهم إلى بني قريظة والعصر أذن، فريق أخذ بنص الحديث وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا: آه، النبي بيقول لا يصلين، يعني مش هنصلي العصر اللي في بني قريظة، فلو العصر حتى أذن مش هنصلي اللي في بني قريظة. ما صلوش العصر لما العصر أذن، وأخروه الصلاة لحد ما وصلوا فين؟ في بني قريظة. ده رأي، أو ده كلام مجموعة. المجموعة الثانية أيضا قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إن إحنا نسرع في المشي والخطى، نسرع في المشي والخطى، فلما أذن العصر صلوا في مكان ثم وصلوا إلى بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم أقر المجموعتين، الاثنين اجتهدوا وأصابوا. فهاتان المدرستان، ناس تأخذ بنص الحديث وناس تقول لا، هو إيه المقصود من الحديث؟ وده كانت أمر الصلاة، يعني في أمر الصلاة أيضا الزكاة، هنا زكاة الفطر. عندنا ثلاث مذاهب، المذهب أو المالكية والشافعية والحنابلة، أخذوا بنص الحديث، قالوا طعام، النبي قال صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر. طيب، مدرسة ثانية والمذهب الأحناف متبني هذا الأمر، هم قالوا بجواز، يعني هو الأمر أصلا ما بيش وجوب إنه تخرج نقد، قالوا بجواز خروجها نقد. طيب، هل الإمام أبو حنيفة هو أول من قال بهذا الرأي؟ لا، ده سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يقال إنه خامس الخلفاء الراشدين، أيضا الحسن البصري، أيضا سفيان الثوري، بل الإمام البخاري، بل الإمام ابن تيمية. طيب، الإمام البخاري عنوان باب في كتابه باب العرض في الزكاة، رغم إن الإمام البخاري بيعارض المذهب الحنفي كثيرا جدا في المسائل، إلا إنه في مسألة زكاة الفطر أو هل هنخرجها من النقود أم لا، اتفق مع الإمام أبو حنيفة. لماذا؟ لأن كان في أثر ورد عن سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل صحابي، فهو أيضا سيدنا معاذ بن جبل صحابي، وأخذ برأي أن يكون في عرض. قال: ائتوني، سيدنا معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابكم بدلا من الذرة والشعير، فإنه أهون بكم وأنفع لأهل المدينة. يعني بدل ما أخذ الذرة والشعير، لا، هاتوا الثياب، والثياب طبعا هتكون أهون عليكم لأنها شائعة، أهون عليكم تطلعوها وأنفع لأهل المدينة. طيب، أيضا من المذهب ده ردوا بعض الأشياء، قالوا إن الكوت أو الطعام بيختلف. يعني مثلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ليه الحديث أو ليه النبي ما قالش نقود، أو ليه ما قالش أخرجوا ذهب وفضة؟ هل النبي مش عارف، أو النبي ما كانش يعلم ما في مصلحة الفقير؟ لكن يعني ليس المسألة لا تقاس بهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي كان مشهور؟ هل القمح والشعير والتمر أم النقود اللي هي الذهب والفضة؟ كان اللي يمتلك النقود ده ناس قليلة جدا، لكن اللي كان مشهور هو
الفيل الأسودان، الطب والماء. تاني أمر قالوا إن في الحديث من صاع من دم أو صاع من شعير، وهو أيضا صاع من طعام، لكن التمر والشعير في أيامنا دي مش طعام. التمر فاكهة وليس الطعام، والشعير ليس طعاما يؤكل في أيامنا هذا. أيضا يعني نقول ما هو أن الدين جاء للتيسير، الدين جاء لليسر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للتيسير في هذه النقطة أيضا، لم مثلا يحدد في حديثه الطم والشعير والزبيب فقط. طيب مثلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإبل والغنم الإقط في زكاة الفطر. ليه؟ لأنه كان أيسر ليهم، أيسر بتوع الإبل والغنم، أيسر لهم طبعا، هما اللبن موجود عندهم، أيسر لما يروح يشتروا القمح أو الطم أو الشعير ويطلعوا زكاة، طلعوا من اللي أنتم بتملكوه. وبرضه من المذهب الثاني في جواز، وهناك يعني أدلة كثيرة، لكن كما يعني ترون أن هناك مذهب ولا تنكر، لا إنكار في المختلف فيه، هذا ما نريده، لا إنكار في المختلف فيه، احترم رأي الآخر. هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، وهؤلاء اعتمدوا على صحابة وهؤلاء اعتمدوا على صحابة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قد هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا أصاب وهذا أصاب. إذا كنت تمتلك مالا ووسع الله عليك فأخرج طعاما ومعلومانا للفقير لكي تساعده في هذه الأيام وتدخل عليه السرور. كما قال وكيع إن زكاة الفطر، زكاة الفطر لرمضان، يعني زكاة الفطر لرمضان بمثابة سجود السهو للصلاة. فسجود السهو، سجود السهو، نحن نسجد سهو متى؟ في الصلاة عندما نقصر ننسى. كذلك زكاة الفطر نخرجها في نهاية رمضان لما صدر منا من تقصير من اللغو والرفث في أيام رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وكل عام وأنتم بخير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.